سكو بسرعة، يلا بسرعة سكو برا، لا تخلوه يهرب منكم، يلا مسكو. يا جماعة رح نبلش بالمراسم، رح نبلش معك انتي مدام، ممكن تقولي لي اسم زوجك؟ مانميت. كم طفل عندكم؟ اثنين. واحد. ميت. ليش عم تسأل هاي الأسئلة حكيم؟ آه؟ بالنهاية أكيد رح يصير عند سوميت أخوات كتير، لهيك قالت هيك. لو سمحت خلينا نكمل المراسم يلا. بدي أسألكم، شو هو اسم بنتكم الحلوة؟ اسم بنتنا بيكون سوميت ساقوان. سوميت، مدي إيدك. كتير منيح، تماماً هيك. يا ريتني قدرت أحمي ابني وما خسرته. أمك اللي أعطتني إياه وأنا صار لازم أعطيك إياه، رح حطه حوالين رقبتك، بدي إياك تلبسه عطول ابني، هالطوء من ريحة ستك. لك عمالك وقف، لك تعال هون. وين راح؟ ليكو لازم ندور منيح، إذا هداك الطفل هرب منا رح نوقع بمصيبة كبيرة. عايش أو ميت لازم نلاقيه، هذا الطفل رح يعمل مشكلة كبيرة لمسؤول المنطقة ومدام كنيكا كمان. لاقوه بيكون قريب، تعوا معي. ماما وبابا قالوا لي إنه لازم خبرهم وقت يكون في حدا بخطر، لهيك رح روح وناجيلهم فوراً. بس ماما وبابا عم يعملوا المراسم، يعني كيف رح يقدروا؟